خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي تلقى خطاب رسمي من ريال مدريد امبارح للتهنئه بالحصول طبعا على لقب دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه في تاريخه. خطاب النادي الاسباني جه بتوقيع ايميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسيه في ريال مدريد، وجه نص الخطاب نيابه عن الرئيس طبعا النادي فلورنتينو بيريز، وقال جميعنا في ريال مدريد نود ان نهنئكم بالفوز باللقب التاسع من دوري ابطال افريقيا، وقال ان ده إنجاز عظيم وأصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وقال هذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به، وختم الكلام بأن احنا حابين نقدم تهانينا طبعا للرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني والطاقم كله واللاعبين، وقبل كل ده جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها ليه. جماهير النادي الأهلي مسمعة في العالم كله في كل مكان بدعمها لفريق الأهلي الحقيقة، وإن هم دايما في ظهر الفريق وإنه دايما بيمثلوا مركز دعم مش ضغط أبدا. طيب خلينا نقول إن ده برضو واحد من المكاسب، يعني أنت لما بتكسبي بطولات وبيبقى في استمرارية في تحقيق البطولات دي، مش بس بيكون المكسب كاس البطولة، لا الحقيقة المكسب إن بيبقى في مكانة أنت بتحتليها، وإحنا هنا بنتكلم على مكانة أو الأهلي بقى ليه صيت وليه شهرة عالمية. ده مش عشان هو النادي الأقدم ولا عشان النادي الأكثر فوزا بالبطولات، لكن كمان عشان وراه في ظهره كم من الجماهير العريضة داخل مصر وخارج مصر كانت هي السند وكانت هي الدعم الأول للنادي في حظ البطولات دي. ويمكن الحقيقة لما بتكلم على علاقات النادي الأهلي بكبار العالم أو بكبار أندية العالم زي البايرن ميونخ وزي ريال مدريد، ودول اتنين من أكبر أندية العالم، إن ما كانوش الأكبر بالفعل، أكبر نادي في ألمانيا وأكبر نادي في إسبانيا، والاتنين يمكن أكبر ناديين بيعتبروا في قارة أوروبا، وإحنا عارفين الكرة في أوروبا واصلة لفين. ده بيترجم الحقيقة المكانة العالمية بعيدا عن التصنيف وبعيدا عن عدد البطولات وبعيدا عن الترتيب العالمي، لكن ده بيأكد إنه الأهلي دائما بين الكبار. طيب خليني أروح، طب هنعرض ده الخطاب على الهواء زي ما حضراتكم شايفينه، ودي يمكن مش أول تهنئة، يعني كتير من أندية العالم هنأت النادي الأهلي، وطبعا بوتراجينيو النجم الارجنتيني هو مدير العلاقات العامه في نادي ريال مدريد، اللي يعني بيتولى مساله او ملف العلاقات العامه، وهو اللي بعت الجواب، وكان اول شغل ليه الحقيقه لو حضراتكم تتذكروا لما الاهلي كسب بهدف سانداي نادي ريال مدريد في ملعب استاد القاهره، ده كان بدايه تولي بوتراجينيو مسؤوليه الملف ده، وبالتالي أكيد طبعا المناسبة دي ما زالت في الذاكرة، وبيعتز بالتأكيد جدا بعلاقات ريال مدريد بالنادي الأهلي، فكانت فرصة إنه يوجه التهنئة للأهلي وجماهيره.